أطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي وعلى آل بيتك المظلوم. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله يا أهل واسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا يا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. صلى الله عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر، مسموم غريب، عجبت لعيني كيف ترقد، عجبت لعيني كيف ترقد ترقد، وحزني عليه كيف لا يتجدد. يا شيعة يا موالي، مضى الكاظم المظلوم بالسم رية ببغداد، يا يد من ذا للهواشم يقصد قضايا في السجن، قضايا في السجن وحده ملتهب الحشا، فلهفي عليه ذلك وويله وإماما. قضايا في السجن وحده ملتهب الحشا الحشا، فلهفي عليه ذلك المتهشم، والله ونهيم على الكاظم، على الكاظم دليل شعب، ونهيم عليه ملائكة مرتفعة، ونهيم جسر بغداد ينادي، ماذا يقول؟ والله جسر بغداد ينادي، وانهم الأهل، وانهم يجون ويشيلون الجثة اللي علي، والله يجون ويشيلون الجثة، هي والله ما هم مولاي مثل همك يعود الرضا، ما هم
تموت والله تموت بسم غريب وهلك ما هم عجب من الهواشم شخص ما هم والله عجب من الهواشم شخص ما هم يشيل جنازتك ظل ترمي والله يشيل جنازتك ظل هي ترمي يا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد لأي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب الحسن والحسين الثانية، اللهم صل على محمد وآل محمد. هدية منا إلى مولاي ومولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام الثالثة بأعلى أصواتكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإنسان في هذه الحياة بطبيعة ذاته يبحث عن الراحة والاستقرار في هذه الحياة، يبحث عن السعادة، يبتعد عن المشاكل، ويحب أن يكون سعيداً في هذه الدنيا. كم يعيش في هذه الدنيا؟ 50 سنة، 60 سنة، 100 عام، أكثر، أقل؟ همه وغمه أنه يبحث عن الراحة. والسؤال الذي يطرح نفسه أنه هذا الإنسان الذي يبحث عن هذه الراحة في الدنيا هذه هل يحصل عليها؟ أجابه أمير المؤمنين وقال: أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر. النبي صلى الله عليه وآله في يوم سأل جبرائيل، قال له: يا جبرائيل، هل هنالك شيء يضحكك أو يضحك الملائكة؟ قال جبرائيل: نعم يا رسول الله، تضحك الملائكة على الناس الذين يفكرون في هذه الدنيا، يفكرون يبحثون عن الراحة في هذه الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقهم للراحة، وإنما خلقهم لكي يعبدوه، والراحة في الآخرة. نعم، في يوم المنصور الدوانيقي سأل وزيره ربيعة، قال له: يا ربيعة أو يا ربيع، ما الدنيا كانت حلوة ولكن لولا الموت، الموت يعكر مزاجي. فقال له: لولا الموت لما وصلت لك، قبلك كانوا موجودين في مكانك، ماتوا ذهبوا وأنت أتيت، وأنت سوف تموت وغيرك سوف يأتي. نحن الآن جالسون في هذا المكان المبارك، قبلنا أناس آخرون كانوا ذهبوا ونحن أتينا، وفي يوم سوف نذهب بعد عمر طويل إن شاء الله للجميع، وغيرنا سوف يأتي. الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وفيها اختبرتم. الدنيا دار اختبار. الكافر، نعم، هذه دنيا الكافر، زين للذين كفروا حياة الدنيا. الدنيا جميلة للكفار، لكن للمؤمن ينظر إلى الآخرة، يعتبر هذه الدنيا شيء بس يحصد فيه لكي يزرع فيه لكي يحصد في الآخرة. ولا يصور أحد أنه الآن أنا موالي، أنا محب لأهل البيت، لا، كل شيء ممكن يتغير في ساعة الامتحان. كثير من الناس أيضاً كانوا موالون إلى أهل البيت، كانوا أصحاب الأئمة عليهم السلام، ولكن
ساعة الامتحان انقلب. وأبسط مثال هو وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام. بعد استشهاد الإمام الكاظم ماذا صنعوا؟ أنكروا إمامة الإمام الرضا. واحد منهم علي بن حمزة البطائي، هذا كان وكيل الإمام الكاظم، يعني الإمام رآه، تحدث معه، كان مورد اعتماد الإمام. لما الإمام سلام الله عليه وضع في السجن، طبيعة الحال الناس الأعوام تبعث بالأموال الخمس الزكاة وما أشبه إلى الوكيل، والآن ماذا نصنعه نحن الآن؟ نبعث بالأموال بالزكاة وما أشبه إلى المراجع العظام. فهذا الشخص تجمعت عنده أموال هائلة من الذهب والفضة، أصبحت تلال من الذهب والفضة. فلما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام ووصلت الإمامة للإمام الرضا عليه السلام، خير نفسه بين الجنة والنار. الحور نجح لما خير نفسه بين الجنة والنار، ولكن هذا الشخص اختار الذهب والفضة على أن يتبع الإمام الرضا عليه السلام. الرواية عن الإمام الرضا هو يقول، قال الآن بعد فترة من الزمن، الآن مات علي بن حمزة البطائي، الآن وضعوه في قبره. الإمام في مكان بعيد وكأنه يرى ماذا يحصل أمامه. الآن وضعوه في قبره، جاءه منكر ونكير. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرسل إلينا بشير ومبشر، فإنه يقال للمؤمن يأتيان بشير ومبشر وللمذنب منكر ونكير. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جاءه منكر ونكير، فسألانه من ربك فأجاب، من نبيك فأجاب، من أول أئمتك فأجاب، علي بن أبي طالب، ثم من الحسن بن علي، ثم من الحسين بن علي، ثم من علي بن الحسين، ثم من محمد الباقر، ثم من جعفر الصادق، ثم من موسى بن جعفر، ثم من؟ فسكت، أنكر ولاية الإمام الرضا، سكت، ما استطاع الإجابة. الشخص عندنا في بعض الروايات تقول أن الشخص في يوم القيامة يأتي نداء من الباري عز وجل أنه من يسجد يغفر له. هذا الإنسان اللي في هذه الدنيا ما يصلي، ما يتكلم، ما يدعو، ما يعبد الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، يريد أن يسجد لكي يغفر الله له، لكن ما يستطيع. لماذا؟ لأنه ترك الصلاة في الدنيا. هذا اللي يترك الصلاة عمدا، أكو واحد يترك الصلاة عمدا، أكو واحد جاهل بالأمر. لا، نتحدث على هؤلاء الذين يتركون الصلاة عمدا. الإمام يقول فسألانه ثم من بعد موسى الكاظم، فسكت. الإمام هو يقول الله أكبر، ضرب على قبره فامتلأ نار. من زمن الإمام الرضا إلى يومنا هذا، هذا الشخص يحترق في قبره إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. من جاء بالحسنة فله خير منها. العلماء فسروا الحسنة إلى عدة أقوال، نذكر بعضها إليكم. أولا قالوا الحسنة هو كلمة لا إله إلا الله. نحن باليوم كم مرة نقول لا إله إلا الله؟ في الأذان، في الإقامة، ممكن أكثر من 30 مرة أو أكثر نقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الإمام الرضا عليه السلام يقول كلمة لا إله إلا الله خفيفة على اللسان ولكن ثقيلة على الميزان، ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. يعني هذا الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله وبعد ذلك يعصي الله سبحانه وتعالى، ما معنى ذلك؟ أنا لما أقول فلان من الناس أبي، فلان من النساء أمي، ما معنى ذلك؟ يعني يجب أن أطيعهما، هذه زوجتي، هذا ابني، يعني ماذا؟ يعني يجب علي أن أنفق عليه. لما أقر وأقول أن الله سبحانه وتعالى هو ربي، فإطاعة المولى تكون واجبة،
فهذا الشخص الذي يقول لا إله إلا الله ويعصي الله عمداً مو سهواً. احنا كلنا ممكن نسهو بعض الأحيان ونعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الذي يقول لا إله إلا الله وفي العمد يعصي الله سبحانه وتعالى، هذا ما تقبل منه. لكن الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله وفي نيته يكره ويبغض بأن يعصي الله سبحانه وتعالى، هذا لمن يقول لا إله إلا الله تكتب له حسنة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الحسنة هو كل فعل خير، تسلم على شخص، تساعد أحد من الناس، تساعد واحد بالدين مما أشبه فقير، تساعد يتيم، عمل حسن، عمل خير يعطوك حسن. القول الثالث قالوا الحسنة هو أنه لمن بإمكانك أن تعصي الله سبحانه وتعالى. مثال شباب جالسين مع بعض، الكل يعصون الله سبحانه وتعالى، واحد منهم يقول أنا سهل جدا علي بأن أعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن ما راح أعصي، يمسك نفسه من المعصية، يستطيع يقول الكلام الحرام، يستطيع أن يفعل الحرام، يستطيع أن يشرب، أن يأكل الحرام، ولكن يقول ما أفعل. هذا يسمى عفيفا. الإمام الصادق عليه السلام يقول كاد العفيف بأن يصبح ملكا، الملائكة، هذا الإنسان الذي لا يعصي الله، يعني يذهب لكي يعصي ولكن يمسك أمام نفسه لوجه الله، هذا يكون في عين الله سبحانه وتعالى بدرجة الملائكة. هذا القول الثالث. القول الرابع، جاء أحد الأشخاص إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال له أمير المؤمنين يا فلان أتريد أن أخبرك ما هي الحسنة؟ فقال ذلك الشخص نعم يا مولاي أخبرني. قال له الحسنة هي ولايتنا أهل البيت. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. فهذه الحسنة، لما نجمع هذه الأربع نقاط مع بعض نحصل على أنه كل هذه الأمور هي حسنة. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول هذه الأمور سوف تأتي معك وتكون رفيقك في قبرك، كما هو قال رفقاء الإنسان ثلاث، أهله وأصدقائه وأحبائه، والرفيق الثاني أمواله، والرفيق الثالث أعماله. فلما يموت الإنسان أصحابه أحباءه يحملونه إلى القبر، يضعونه في القبر، الميت يتكلم مع أحبائه، مع أقربائه، مع ابنه، مع أخوته، يقول لا تتركوني وحيدا، ولكن الجواب آسفون، سوف تبقى وحيدا في قبرك. يتكلم الميت مع أمواله، أموالي ساعديني، الأموال تتحدث مع الشخص الميت، تقول له آسفة. الشيء الوحيد الذي باستطاعتي أن أعطيك إياه هو القبر والكفن لا أكثر. فيأتي الرفيق الثالث وهو أعمال الإنسان. أحد العلماء، قضية معروفة لكن من باب التذكير، هذا الشخص كان يتردد على المقابر كثيرا، والشخص الذي يذكر الموت غير الإنسان اللي ينسى الموت، لأن بعض الناس أكو يتصورون الموت للغير فقط وليس له. كان جالس في المقبرة يقول رأيت ناس جابوا جنازة، كان الشاب لشاب متوفي، جاءوا ودفنوه، كنت أنظر إليه، يقول دفنوه، لما رحلوا بعد دقائق رأيت شاب جميل وسيم المنظر، رائحته طيبة، جاء دخل المقبرة إلى قبر ذلك الشاب الميت ودخل في القبر. أنا قلت الله أكبر، ما الخبر، ما هذا؟ يقول ما قضت إلا لحظات وإذا بي أرى كلب أجلكم الله أسود ريحته نتنة، جاء دخل المقبرة وأيضا قفز في القبر والقبر مسدود. قلت يا إلهي ما الخبر؟ بعد لحظات الشاب الجميل الوسيم الذي دخل في القبر رأيته خرج من القبر،
وكانت ملابسه ممزقة. يقول هذا العالم ذهبت وراء هذا الشاب، بدأ يخرج، ذهبت وراه، قلت له يا أخي ما الخبر، ما السالفة، شو القضية؟ يقول فالتفت إلي وقال لي أمن أهل الدنيا أنت؟ أنت الذي الآن ترى هذا عالم البرزخ، أن الله سبحانه وتعالى أعطاك كرامة فرفع عنك الحجاب، أما أنا الأعمال الحسنة لذلك الشاب، أتيت معه دخلت في القبر، أما ذلك الكلب أجلكم الله هو أعماله السيئة أيضا دخل في القبر، ولكن كان أكثر مني، كان أقوى مني فأخرجني من قبره، فذلك الكلب سوف يبقى معه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. إمامنا الكاظم عليه السلام صاحب السجدة الطويلة، كان يسجد من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، وين؟ بالسجن، سجن هارون، ويا ريت ما كان سجن عادي، سجن مع تعذيب. صدق رسول الله لما قال يا علي لا يبغضك إلا ابن زنا. الإمام هو يقول، الإمام الكاظم عليه السلام يقول أكثر ألم وأذى لاقاني هو في سجن السندي ابن شاهك. هذا السندي ابن شاهك يسمونه ابن شاهك، أبو مو شاهك، أم اسمه شاهك، أمه اسمها شاهك، لماذا؟ لأنه أب ما عنده ولد زنا والعياذ بالله. المنصور الدوانيقي اشتراه، كان عبد رباه واحد معادي إلى أهل البيت، الصور يربي ابن زنا، ماذا يكون هذا الشخص؟ نعم شخص يؤذي الإمام، يضرب الإمام في السجن. هارون العباسي، هذا هارون اللي التاريخ المزيف صورته مشوهة، ولكن يحاولون أن ينقلوا للناس أن هارون كان رشيداً وما أشبه. بغداد يا مدينة الرشيد، أي رشيد؟ كان عنده 3 أولاد، المأمون قتل الأمين العباسي، والأخ الثالث القاسم هرب من أبه، من أبوه، هرب إلى البصرة، وأنكر، ما قال للناس أنا ابن هارون الرشيد، من أفاعل أبيه. هارون القمار، هارون الخمار، في يوم يذكر أنه كان جالس يلعب القمار مع زوجته، كان سكران ويلعب القمار مع زوجته وهي أيضا سكران، ووضعوا شرط في النص أنه الذي يخسر فيجب أن يفعل ما يطلب منه الربحان. لعبوا ففاز هارون بالقمار، ماذا طلب من زوجته؟ غيرة ما عنده، طلب من زوجته بأن تمشي عارية أمام الحرس في القصر، غيرة ما عنده. لعبوا مرة أخرى، لكن في المرة الثانية زوجته فازت في القمار، فقالت لهارون هنالك امرأة من أصول فارسية قبيحة المنظر، ريحتها نتنة، تعمل في المطبخ، والعياذ بالله عليك أن تزني بها. فزنى بها فحملت بمن؟ بمن المأمون العباسي. قاتل الإمام الرضا، نعم قاتل الأئمة يجب أن يكون ولد زنا، من صلب زنا. يا علي لا يبغضك إلا ابن زنا. لما جاءوا بالإمام الكاظم إلى سجن ابن السندي، أي سجن؟ سجن في بئر، في حائط البئر هنالك فتحة كان واضعين الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ذلك المكان، هواء نقي ما كان يوصل للإمام موسى الكاظم عليه السلام، ولكن لما نظر إلى المكان كما قال السيد حمد الله، شكر الله، قال إلهي أنا كنت أبحث عن مكان للعبادة والحمد لله هذا المكان توفر. هارون العباسي هذا السندي ابن شاهك لما كان يرون الإمام
كل ما يضيقون عليه كل ما كان يعبد الله سبحانه وتعالى أكثر، كانوا يزدادون بغضا. شايفين واحد هذا الفاسق لما يرى المؤمن يبغض المؤمن، لماذا؟ لأنه كل ما يرى المؤمن يتذكر أنه يعصي فيحاول أن يشوه صورة المؤمن. فهارون لما كان يرى، وذاك ابن السندي بن شاهك لما كان يرون الإمام يعبد الله في السجن في مكان هواء ما يصل، كانوا يزدادون بغضا على الإمام. فأمر هارون بأن يوضع السم، بعد انتهى قال أنا تعبت من الكاظم يجب أن أقتل، صبرا انتهى. وضعوا السم على التمر على رطب، وجاء هذا السندي ابن شاهك بإناء بصحن التمر وقدمه للإمام. الإمام يعلم هذا التمر مسموم، ولكن ضرب الإمام، أخذ يضرب الإمام ويطعمه ويضع التمر في حقه، روحي له الفداء. الإمام سلام الله عليه أكل 7 حبات من التمر فأجبره بأن يأكل أكثر. فنظر الإمام سلام الله عليه إلى السندي ابن شاك وقال له لقد نلت ما تشاء. ينقل أن الإمام سلام الله عليه في الأيام الأخيرة، ما أطيل عليكم، كان نفسه يضيق في السجن. يعني نحن بعض الأحيان جالسين في بيوتنا، المكيف مشغل علينا، النافذة مفتوحة تضيق صدورنا، نخرج في خارجا نتمشى لكي نشم بعض الهواء النقي. لكن الإمام روحي له الفداء في ذلك السجن في داخل بئر هواء ما يوصل، كان يأتي على باب السجن كانت هنالك فتحة صغيرة، كان يضع فمه على باب السجن لكي يشم بعض الهواء. ابن السندي بن شاهك لما كان يرى الإمام يفعل ذلك كان يأتي ويضرب الإمام على وجهه. الإمام روحي له الفداء مرة أخرى كان يأتي ويضع شفتيه لكي يشم بعض الهواء، كان يأتي ويضربه أقوى. لكن أقول سيدي ومولاي يا موسى بن جعفر، نعم هذا اللعين كان يضربك على وجهك، ولكن هل تعلم أنهم أيضا ضربوا الزهراء على وجهها قبل ذلك؟ هي تقول لما هجموا على الدار عصروني وراء الباب وضربوني على وجهي وكسروا لي ضلعي، والله عصرني وهشم ضلوعي، عصرني وهشم ضلوعي وضلع عاب البسمار ومحسين وقع من عندي وانا اصرخ بباب الدار يا زهراء اصيحا والدمع سد شايب يفض الضلع مني انصايب، قومي لي يفض بساع وعن القاع شيل ابني، والله بسمار بسمار على عيني يمر النوم، على عيني يمر النوم بسمار وشهد ما شفت من دنياي، والله حلو ما شفت من دنياي بسمار بسمار، والله أشاهد أنازع واجرع بكاس المني. يقول علي يقول علي بن سويد أرسلت إلى الإمام الكاظم قلت له سيدي والله لقد ضاقت صدورنا يا مولاي متى الفرج؟ إي والله يا مولاي يا موسى الكاظم متى الفرج؟ فكتب له الإمام قائلا يا علي بن سويد الفرج يوم الجمعة صباحا على جسر الرصافة،
يقول ذهبت إلى أعيان الشيعة أخبرتهم بأن الإمام خارج من السجن يوم الجمعة صباحا. يقول أتينا لكي نستقبل الإمام على جسر الرصاف وإذا بنا نرى جثة مطروحة واللعين يقول يا روافض احملوا جثة إمامكم الكاظم رحم الله المنادي وكاظما وإماما. والله حسافة حسافة ألف يا حب واكبر حسافة حسافة يظل نعشك على جسر الرصاف. الشيعة الموالون بدأوا بتشيع الإمام وضعوه على رؤوسهم، لكن أقول من ذا الذي جاء إلى الحسين لما سقط على أرض كربلاء؟ نعم جاءت إليه الحوراء زينب، جاءت إليه سكينة وباقي النساوين، جلسنا عند أبا عبد الله الحسين. والله قعدان يما أبو اليمة ينحبان، قعدان يما أبو اليمة، والله يما أبو اليمة ينحبان. يا الحسين ينحبان وسكنة تعدد الهن وهن يبجان. والله والرباب تصيح بالله حيل الاطمان. يا الاطمان. والله وانت بجي يا سكنة ولا تفتري يا سكنة، يا سكنة هذا ابوك حسين مذبوح مذبوح، وكل ون اليونها تشعى بالروح. يا سكنة يا ساعدي عمتش على النور، يا سكنة يا ساعدي عمتش على النور، تراها طايحة يا مراس الحسين. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد لأي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله أخواننا الحاضرون من أوصونا بالدعاء. اللهم شافي مرضاهم واقضي حوائجهم وارحم موتاهم بحق الإمام موسى الكاظم. اللهم عجل لنا فرج مهدينا. اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. 5 مرات أمن نجيب لقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلوا على محمد وآله.